غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو مساء الخير. سلام ونعمة. أهلا بي. مدرسة المسيح؟ لا تمام، الوجهة ريسبشن قصر الدبارة. اهلا وسهلا بيك. طيب انا ربي يباركك ويبارك تعب محبتك، بس هو نفس التليفون حضرتك، نفس التليفون يعني. طب على العموم في حد من القساوسة كان عندي استفسار، ربي يباركك يقدر يجاوب عليه؟ اللي هي فندم معلش، كان عندي استفسار، لو في امكانيه في حد من القساوسة يجاوب عليه، الدكتور قصي سامح موريس او اي حد من القساوسه موجودين. طب هو للاسف ما حدش موجود دلوقتي، ممكن حضرتك تكلمهم بكره من 10 ل 3؟ طيب في امكانيه الرب يباركك ويبارك تعب محبتك يعني نقول لك السؤال، يمكن حضرتك تقدر تجاوب عليه ناخد بركه يعني. معلش انا اسف، بس يعني انا ما عنديش يعني عشان خاطر ضغط شغل وضغط التليفونات ما عنديش امكانيه ان انا ارد على سؤال. مش ممكن تحولنا على اي شخص ممكن يكون عنده علم؟ ما هم يا فندم بيكونوا موجودين من 10 ل 3. طيب في امكانيه يا رب يباركك 3 بكره، لو في امكانيه يا رب يباركك يعني لو في واحد ممكن تديني رقم ابقى اتصل بيه انا مباشره في اي وقت افضل، لان بكلمك من نيويورك من امريكا والوقت عندي يعني مش متاح زي في مصر يعني طوال الوقت. هو نفس الرقم ده؟ نفس الرقم؟ لا اقصد رقم شخصي لاي حد على اساس اتصل بيه مباشره يكون افضل يعني، شورت كات يعني اختصار. للاسف يعني. من الساعه كام للساعه كام قلت؟ من 10 الصبح ل 3 مساء. طب ممكن ناخد بركه ونعرف اسم حضرتك ايه؟ رامي. ماشي يا زلمه، مع السلامه. فكان معانا على الهواء مباشره الان كنيسه الانجيليه بقصر الدباره التابعة للسندس الإنجيلي، الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة التابعة للسندس الإنجيلي. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوج. الحمد لله الله أكبر تكبير كل قلب مسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.